أخوات والإخوة الأعزاء في وسائل الإعلام الوطنية، مرحبا بكم في مقر حزب التقدم والاشتراكية. شكرا لكم على تلبية الدعوة، وأغتنمها فرصة لأتقدم لكم ولكم بحر التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم. قبل قليل اجتمع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماع طارئ، اجتماع استثنائي خصصه لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع غلاء الأسعار وما تكتوي منه مختلف الفئات الشعبية والفئات المتوسطة بالنظر لهذا الغلاء، بحيث أنه هذه الأوضاع أصبحت لا تطاق، وأن الجميع يتحدث فقط عن هذا الموضوع خاصة في أمسيات شهر رمضان، لكن كذلك في مختلف أيامه عندما تتوجه كل هذه الأسر إلى الأسواق وترى أين وصلت إليه الأسعار وأين وصل إليه ارتفاع الصاروخي والفاحش لهذه الأسعار. وعلى هذا الأساس، بعد تنبيهنا للحكومة في عدة مناسبات منذ أزيد من سنة ونصف من خلال بلاغات وبيانات وتصريحات مختلفة وبعد عدد من الخرجات الإعلامية في الموضوع، قررنا اليوم أن نتوجه إلى السيد رئيس الحكومة برسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة السيد عزيز الخنوش، وسأقرأ عليكم نص هذه الرسالة التي ستوزع عليكم باللغتين العربية والفرنسية مباشرة بعد نهاية قراءتها. رسالة مفتوحة من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى السيد عزيز خنوش رئيس الحكومة. سيد رئيس الحكومة المحترم، تحية طيبة وبعد. عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا استثنائيا يومه الخميس 30 مارس 2023، خصصه لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة. وقرر على إثر ذلك أن يوجه إليكم سيد رئيس الحكومة المحترم هذه الرسالة المفتوحة، لأن هذا الموضوع صار يشكل الشغل الشاغل لكافة المغاربة ومصدر قلقهم. وعليه نريد أن نعرب لكم عن مواقفنا وملاحظاتنا واقتراحاتنا التالية، على أمل أن يكون لها صدى لديكم وأن تأخذوها بعين الاعتبار. يسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بقلق بالغ الاستخفاف الذي يطبع تعاطي حكومتكم اللامبالي واللامسؤول مع الغلاء الفاحش الذي لا يطاق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيا، وبما يهدد السلم الاجتماعي. يستنكر صمت حكومتكم ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية وأساسا ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، كما يحذر من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تطلقها الحكومة ويفندها الواقع المعيش، وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
والمندوبية السامية للتخطيط والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر. ينبه حكومتكم إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الظروف المناخية والتحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبكم مكوناً أساسياً فيها، متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية. يؤكد على أن مرور سنة ونصف تقريباً من عمر حكومتكم دون اتخاذها إجراءات قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولمقاومة صعوبة الظرفية هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود. يذكر حكومتكم يذكر حكومتكم بأنها تنكرت بشكل يكون أمن للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعا لها، كما يذكرها بأنها أخلفت إلى الآن تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها دخل الكرامة والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى وتحقيق 4% كنسبة نمو وإحداث 200,000 منصب شغل قار سنوياً، والرفع من معدل الشغل لدى النساء، وتنفيذ الإصلاح الجبائي وإخراج 1,000,000 أسرة من وضعية الفقر، وغيرها كثير من الالتزامات. يطالب حكومتكم بالتحرك العاجل والناجع من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلات في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة. ويتعين أن يمكن هذا المخطط من التصدي الجدي للتدهور المضطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بعشرة 1.1% خلال شهر فبراير 2023، أساساً بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب20.1%، وتوقعات بلوغ تضخم نسبة 5.5% هذه السنة بعد بلوغه 6.6% السنة الماضية، وكذا فقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24,000 منصب شغل وإفلاس نحو 12,400 مقاولة خلال سنة 2022، وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6% فقط، والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة الكوفيد، ولكن أيضا بسبب غلاء كلفة المعيشة. يؤكد على كافة المقترحات
الفورية منها والمتوسطة المدى التي أدلى بها حزب التقدم والاشتراكية على امتداد أزيد من سنة، وأساساً استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً، إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين، إجراء تقييم فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقع إيجابي ملموس، دعم القدرة الشرائية للمغاربة من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتية أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين، استخدام الآليات الجمركية وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك من خلال الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك الداخلي، وذلك بغاية خفض الأسعار، ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارب المصالح ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعلياً مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركة توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبناء من أجل إعادة تشغيل الأسامير، الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع، إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني مع ما يستلزمه ذلك من تقييم سريع موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعة عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمدة الآن أكثر على الإنتاج الموجه للتصدير، اتخاذ التدابير اللازمة كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية من أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل. سيد رئيس الحكومة المحترم، إن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل نضاله وترافعه من موقع المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة من أجل دفع حكومتكم إلى التحرك الناجع والقوي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية وتقوية الاقتصاد الوطني وتوطيد البناء الديمقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات والمساواة وضمان العيش الكريم لأوسع فئات شعبنا، مع أمل تعامل حكومتكم الإيجابي مع مختلف التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة في هذا الصدد. ويعتبر حزبنا أن هذه المسارات المتوازية والمتكابلة وحدها ما يسمح بتمتين الجبهة الداخلية لكسب كافة الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا. مع خالص التقدير وصادق التحية،
عن المكتب السياسي لحزب التقدم الاشتراكية الأمين العام. سنعمل على توجيه هذه الرسالة إلى مختلف الأحزاب السياسية الأساسية في بلادنا، بما في ذلك الأغلبية، أغلبية ومعارضة. كما سنوجه هذه الرسالة إلى النقابات الوطنية الأساسية، وسنلتمس في شأنها عقد لقاءات من أجل تضارب سبل الخروج من هذا الوضع. نتمنى بناء على هذه الخطوات أن يكون للحكومة رد فعل إيجابي، وأن تخرج من موقفها الحالي وتبلور موقف مغاير في الاستماع إلى انتظارات همومي وأوضاع شعبنا. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.